قدر الله وما شاء فعل وله الحكمة فيما قد نزل بينما كنا سراعا نغتدي نحو بيت الله في القوم الأول إذ أتانا مقضت بلواه أن نلزم المنزل من خوف النقل أغلق المسجد لا حول ولا قوة إلا بمولانا الأجل تحزن النفس وما من حيلة ودموع الحزن لم تخطي المقل رب سامحنا ولا تمكر بنا واكشف الغمة والأمر الجلل واهدنا يا رب للتوب ولا تنتقم منا إذا ساء العمل واحمنا من كل سوء واكفنا شر ما تقضي وجنبنا الزلل وأعدنا عاجلا في صحة أنت مولانا الذي عز وجل أيها الناس جميعا رددوا قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل.